بسم الله الرحمن الرحيم، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. في بداية الحلقة أحب أرحب بأستاذ محمد يحيى، هيشاركني النهاردة إن شاء الله تقديم الحلقة. الحلقة النهاردة بعنوان الكرة وحب المصريين ليها، وهبقى بظلم الكرة لو قلت المصريين بس، لأن دي حاجة ليها عشق في العالم كله، هي الساحرة المستديرة وهي العشق المقبول عند الناس كلها. بادئ زي بدء كده، حب نشأت لعبة كرة القدم في مصر لما أيام الاحتلال الإنجليزي كان الإنجليز بيلعبوا في طرقات الإسكندرية، ولما المصريين شافوهم وتعلقوا بالموضوع دون بدأوا يفكروا إن هم يعملوا فريق كرة قدم، وفعلا عملوا فريق كرة قدم بقيادة محمد أفندي، وكانوا مسمينه التيم المصري، ولعبوا الإنجليز مباراة في ميدان الرملة وفازوا على الانجليز، وطبعا كان بالنسبه لهم حاجه رفعت معنوياتهم جدا جدا جدا. حب المصريين للكوره لان هي بتمثل حاجه حلوه بتسعد ايامهم، الانتصارات اللي بيشوفوها او سلوك اللاعبين اللي هم بيشوفوه بيتعاملوا بيه بيأثر فيهم جدا. خلى الدكتور احمد عكاشه فسر الموضوع دون ليه المصريين بيحبوا الكوره، اكتشفنا ان اكتشف او قال عشان ثلاث اسباب. السبب الاولاني هو الشفافية، المباراة بتبقى على الملأ يعني قدام الناس كلها، فكل حاجة شايفينها قدامهم، والمصداقية ان اي حاجة بتحصل في الملعب بيكون ليها رد فعل سريع، اي لاعب بيصدر منه اي تصرف بيتم طرده فورا، فشافوا ان العقاب السريع بيتم وقتها. لعبة كرة القدم زي ما احنا قلنا لعبة ليها جماهيرية كبيرة جدا. خليني اسأل محمد ازاي بدأ عشقك لكرة القدم؟ هو والله بصي، يعني انا عايز اقول لك ان كرة القدم دي انا اتولدت لقيت بابايا اهلاوي جدا جدا جدا، وحسيت ان انا اي حاجة حلوة بتيجي بسبب كرة القدم دي، يعني مرتبطة باللعب، مرتبطة بفوز الاهلي او بفوز الفريق اللي والدي بيحبه. يعني مثلا كان عندنا مناسبات او الحاجات الحلوة اللي بتجيلنا بتيجي بناء على مكسب الاهلي للماتشات. كان مثلا يعني لو الاهلي كسب النهارده فبعرف ان بابايا راجع مبسوط ان احنا هنجيب حاجات حلوه كتير، ممكن اكل من بره، حاجات كتيره زي دي. كان ساعتها اما اجي اطلب من بابايا حاجه يقول لي مش مثلا، يعني الطبيعي يقول لي لو نجحت هجيب لك مثلا كذا، لو سمعت كلام مامتك هجيب لك كذا، يقول لي لا لو الاهلي كسب هجيب لك كذا. يعني مثلا كان الاهلي بيلعب مره نهائي وكان لسه السكوتر ده طالع جديد، فقلت لبابا انا نفسي فيه وعايزه، قال لي بص الاهلي عنده ماتش نهائي، لو الاهلي كسب الماتش ده هجيب لك السكوتر. لدرجه انت قعدت تدعي طبعا. انا بقيت عارفه مثلا الولاد يقول يا رب انجح، يا رب انجح، يا رب الاهلي يكسب، يا رب الاهلي يكسب. فجيت بعديها كسبنا وبابايا جاب لي السكوتر، وبعديها بفتره الاهلي كان بيلعب نهائي مع بيترو اتلتيكو وخسر 4-2. لسه كنت هقول لك طب لو الاهلي خسر؟ ما انا كنت لسه هقول لك، لدرجه ان انا ما الاهلي خسر قعدت اعيط 4 ايام وحرمت نفسي من السكوتر ده اللي هو الاهلي انا مدير ليه ان هو بيجيب لي حاجات حلوه، فاما الاهلي يخسر انا لازم ازعل انا كمان ويبقى في احداد عليه. فكان مؤثر فيا بطريقه مش طبيعيه. وغير كده كمان كان زمان اول ما الفيديو طلع كان الاهلي يجي يلعب فيكسب، فكان بابايا بيسجل الشريط بتاع الفيديو في التسعينات، فكنت ارجع بالليل الاقي كل جيران العمارة عندنا والاقي قرايبنا، لدرجه ان مفيش كراسي، هم الناس قاعدين على الارض وقاعدين فوق بعضيهم وبيتفرجوا على الماتش وبيفرحوا اكن الماتش لسه لايف. مش بصراحه محمد، يعني الحاجه الحلوه في المباريات هي التجمع، يعني ان انت تشوف مباراه مع جمهور كده بيخلي احساسك بالمباراه اكتر. اكيد يعني. واي فرحه بتخش البيت بتلاقي ان الفرحه دي والتجمع ده والفرحه دي بتيجي، فطبعا يعني نشأت في بيئه، وكمان ان هو بابايا ده كان بالنسبه لي مثل اعلى وناجح في كل حاجه، فاللي هو انا عايز اعمل زيه كل حاجه، يعني اطلع زيه واطلع بحب الاهلي، وكان بياخدني في الاستاد، وكان ساعات مثلا يعني وانا صغير يجيب لي هدايا ويقول لي ده اللعيب كذا هو اللي جايبها لك، من كتر ما هو عايز يحببني في الاهلي وفي اللعيبه. فعارفه بقى كنت اروح اقول لاصحابي ده انا اللعيب ده جاب لي هديه، وانا طبعا ما جابهاليش، بس كان يعني فرحه بسبب الموضوع. يعني هو سلوك اللاعبين طبعا بيأثر قوي قوي في التعامل تفاعل الجمهور معاهم، يعني جداً. يعني انا عندي مثلا لو اتكلمنا على اللاعبين العالميين، هنتكلم مثلا عن كريستيانو رونالدو، ميسي، محمد صلاح، مارادونا اللي عمل بصمه كبيره جدا في تاريخ الكوره الارجنتينيه والعالميه طبعا، وليه يعني الناس حتى في وفاته اجمع الجميع ان هم الكره المصريه الكره العالميه افتقدت لاعب من اللعيبه اللي هم ليهم وزن كبير جدا طبعا. محمد كنت حكيت لي قبل كده حاجه عن مارادونا،
احب اسمعها منك. الفكره في مارادونا ان هو ما مات انت ما تحسيش ان هو كان مجرد لعيب كوره، انت تحسي ان هو زعيم. وفكره ان التقدير اللي جاله بعد موته يعني مش طبيعي، حتى في الارجنتين في الملعب بتاعه كان هو ليه برايفت روم كده في الاستاد، قفلوا الاستاد كله حزن. وخلوا الروم بتاعته هي اللي بتدي مصدر ضوء ان هو يعني ان هو لسه يعني موجود في حياتنا وان هو دايما فاكرينه. مارادونا كمان الفكره ان يعني هو اما راح نابولي كان هو متألق جدا، وكان دي قصه يعني اتحكت بعد ما هو مات، ان رئيس النادي بتاع نابولي راح للعمده بتاع المدينه وقال له ان ايطاليا مشهوره، ميلان مشهوره بان هي روما ان هي عاصمه ايطاليا وميلان اللي هي عاصمه الموضه، فاحنا عايزين نجيب حاجه تخلي ان الناس تعرف عن نابولي وعنه وعنه وكده. فقال له طب هنعمل ايه؟ قال له هنجيب مارادونا، ولو مارادونا جه هتلاقي السياحه زادت عندنا بطريقه مش طبيعيه. فالمهم هو قال له ماشي وموف اون وانا معاك وكده. فجه بعد ما جاب يعني بعد ما طلب مارادونا والناس اتشهرت وكده، جه رئيس النادي تراجع لان لقى ان المبلغ ده عالي. فعايز اقول لك ان اهل البلد جمعوا وعملوا صندوق تحت رعايه الحكومه ان هم يجيبوا مارادونا البلد. فعايز اقول لك ان هو اول ما مارادونا جه واعلن ان هو جاي، كل الاوتيلات اللي في المدينه اتحجزت وبقت كلها فل، لدرجه ان من كتر السياح الناس بقت تجيب السياح دي يسكنوا عندهم في بيوتهم، ياخدوا اوضه او او او. من ساعتها بقى جه الاقتصاد وقال ان البلد دي لازم نعمل فيها اوتيلات وي وي عشان خاطر بسبب مارادونا. فهو مارادونا بالنسبه لهم مش مجرد ان هو كان نادي صغير خلاه يكسب الدوري او يكسب اليوفي او او او، لا هو خلاها منطقه سياحيه الناس كلها بتتكلم عليها، حولهم من الفقر ان هي تبقى مدينه سياحيه. وده لان اللاعب نفسه كان ايقونه في وقتها طبعا. يعني طبعًا. احنا اصلا لو احنا جينا بصينا لمحمد صلاح ربنا يحفظه في الوقت ده، هو عمل طفره في فكر الشباب طبعًا. ان انت يعني انت قد ايه انت مصري بتفتخر ان في لاعب طلع من عندك بامكانيات متواضعه في الاول وشق طريقه وبقى اسمه مع الاسماء الكبيره اللي موجوده في العالم طبعًا. دلوقتي طبعا. وغير كده كمان هو محمد صلاح بالنسبه لنا مش مجرد اللي هو 90 دقيقه، محمد صلاح بيبقى بالنسبه لنا اي حاجه بتحصل معاه بره. يعني لما بلاقي مثلا الاعلام الانجليزي او الناس الاوروبيين بيتكلم ان هو كان في بنزينه حد بيضايق واحد فقير فهو قال لهم انت ممكن تكونوا مكانه ان هو دافع عنه، فتحس ان هو محمد صلاح هو سلوك. فده بيقول لك ان بص المصريين عاملين ازاي، بص العرب عاملين ازاي، مش ارهابيين او او او، لا ده هو ده السلوك بتاعنا. فهو يعتبر سفير بره الملعب اكتر من جوه الملعب. سلوك. طيب نستقبل اول مكالمه النهارده. اهلا وسهلا يا محمود. ازاي حضرتك يا نايم؟ ازيك يا محمود؟ اتفضل. وارحب بحضرتك قوي في البرنامج الجميل ده. الله يخليك يا محمود، ميرسي. وارحب باستاذ محمد يحيى. اهلا وسهلا. كلام محترم جدا، وهو ده فعلا اللي بيحصل في بيوتنا كلنا. يعني هو ده الشعب المصري بطبعه عاشق للكوره. ليك حكايه مع اي مثلا مباراه يا محمود اتفرجت عليها سواء في البيت او في الملعب، حاجه ما تنساهاش مثلا؟ بص بص بص، يعني هو كل اللي حصل، كل اللي استاذ محمد بيحكيه ان ابهاتنا بيلمونا وبيقعدونا والنادي الاهلي ويحبونا فيه، كل ده بيحصل، ده كل ده بيحصل في بيوتنا، فكل دي حكاوينا احنا. فاهماني؟ فانا حابب برضو ان انا اقول ان انا اهلاوي وان انا مبسوط جدا بالنادي الاهلي اللي بيفرحنا دايما. مبارك ليه طبعا. فانا والاسبوع اللي فات جايب لنا بطولتين. النادي الاهلي طبعا نادي عريق اكبر من ان احنا نتكلم عليه. نادي واخد 42 دوري و37 كاس مصر و6 سوبر افريقي، بطولات كتير قوي 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 لا تعد ولا تحصى يعني. طب يا محمود في المباريات انت متعصب ولا محايد؟ لا انا في المباريات ما بقعدش مع حد عشان ما حدش يزعل مني، بتفرج لوحدي. متعصب جدا جدا يعني. بس تهالي التعصب ده ايجابي برضه ولا سلبي؟ لان في ناس برضه تعصبها للكوره بيبقى سلوكيات. لا هو بص حضرتك، هو لو التعصب ده هيضر اللي قصادك ده بيبقى حاجه سلبيه، حاجه وحشه. بالظبط. ان انت متعصب ومبسوط وبتبقى زعلان وبتحزن لما النادي بتاعك بيخسر، بتتبسط جدا لما النادي بتاعك بيكسب. طبعا. وطالما زي ما انا بقول لحضرتك كده، انا عشان ما حدش يزعل مني فانا بتفرج لوحدي عشان اي حاجه اي سلوك يحصل مني ما يبقاش حد شايفه، فانا كده ما بضرش حد، بس انا متعصب مع نفسي. النادي بتاعي بحبه جدا، فانا بحزن جدا 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 لما النادي الاهلي ده ممكن يخسر في مره او حاجه، او حد يتكلم عن رئيس النادي الاهلي. مظبوط. كمان الاستاذ محمود الخطيب الراجل المحترم اللي مشرفنا في كل حته. طبعا انت محمود الفتره اللي فاتت كنت في اسعد ايامك. طبعا طبعا طبعا،
طبعا عشان ربنا رد كرامة محمود الخطيب المحترم اللي ما بيردش على حد ولا بيغلط في نادي ولا بيغلط في رئيس نادي. عموما فالحمد لله الحمد لله. هو استاذ محمد يحيى هيحكي لنا. شكرا يا محمود، ويتابع معانا بقيه الحلقه، وهو استاذ محمد فعلا هيحكي لنا على موضوع الخطيب. نذكر بس سريعا برضو ان من اهم اللاعبين المصريين برضو اللي سابوا بصمه في تاريخ الكره المصريه صالح سليم، الخطيب، حسن شحاته، فاروق جعفر، زيدان، احمد فتحي، بركات، والغني عن الذكر محمد صلاح. في خلال فتره قليله جدا النادي الاهلي فرح مصر كلها. طبعا هو ده الطبيعي فرح بتاعنا مصر يعني. كلها، لان الزملكاويه اكيد اكيد بيعملوا سبورت للاهلي يعني. طبعا وبيفرحوا له. فهو نجاح النادي الاهلي في فتره قصيره جدا، يعني في فتره، يعني هو طبعا ليه نجاحات كتير ما حدش يقدر ينكرها، بس ان هو يحقق 3 بطولات في فتره قصيره، ده ناتج، تفتكر ناتج من ايه يا محمد بحكم ان انت خبير ودارس للنادي تمام. الاهلي؟ بصي، هو الفكره ان احنا مش هنتكلم في الفنيات، لان الفنيات ليها اهل الفنيات والاداريات بالزبط. والحاجات دي. احنا بنتكلم ان دايما ربنا بينصر اللي تعب. بالظبط. بمعنى ايه؟ اي منظومه ناجحه بيبقى ليها عناصر هي اللي بتنجحها. فالاهلي العناصر بتاعته هم 4 حاجات. اولا مجلس الاداره اللي هو بيتمثل في الكابتن محمود الخطيب، اللي هو مثل اعلى لبابايا وليا ولابني. يعني بصي، زي ما احنا مثلا بنتكلم عن محمد صلاح، انا من ساعه ما اتولدت لحد دلوقتي انا بابايا بيكلمني عن محمود الخطيب. هو محمد، صراحه محمود الخطيب مفيش حد في مصر اختلف عليه، وهو ده اللي احنا بنتكلم فيه، ان اللعيب مش 90 دقيقه، اللعيب مواقف وهنسردها وهنقولها يعني. تاني عنصر طبعا المدير الفني والاداره الفنيه، لان هو دول اللي تحت المجلس الاداره على طول. 3 اللاعبين، و4 بصي، هو عنصر رقم 4، بس هو اهم عنصر واهم حاجه اللي هو الجمهور. الجمهور طبعا، لان هو ده اللي بينجح. هي الكره اتعملت ليه؟ عشان الجماهير. يعني بالزبط. هو في مصطلح مشهور يقول لك الكره للجماهير. هو اصلا الحلقه النهارده حلقه ايامنا للجماهير. الحلوه أيوه. للجماهير فعلا، ان احنا بنتفاعل مع فرحتهم. وعلى فكره انا عايز اقول لك انا مبسوط جدا. ليه؟ لان كل القنوات الفضائيه او كل البرامج يا اما بيجيب لعيب، يا اما بيجيب مدير فني، يا اما بيجيب مجلس اداره او عضو. فالبرنامج ده حلو في ايه؟ ان هو زي ما انت بتقولي للناس، من الناس فهو وللناس. بصي ليه؟ لان حق اللي بيشجع، يعني مثلا كانت الناس تقعد تقول ايه؟ 22 لعيب في الملعب بيكسبوا فلوس وانت قاعد بتحرق دمك على الفاضي. لا، هي مش كده. انا مش بشجع لعيب. هنواصل الكلام عن كابتن محمود الخطيب، بس نستقبل مكالمه من سامح. واضح ان المكالمات النهارده يعني هتبقى كتيره جدا. اهلا وسهلا يا سامح، اتفضل معايا. ايوه، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل. حضرتك، انا بتكلم عن، انا اولا من بورسعيد حضرتك. اهلا وسهلا. فانا بس، انا بحضرتك بس الواحد بيزعل بس حضرتك من حاجه، ان للاسف يعني كل الميول المايله للاهلي والزمالك يعني في النادي المصري والنادي الاسماعيلي والنادي الاتحاد السكندري، محدش خالص بيتكلم عليهم، محدش بيتكلم عن الصفقات الجديده، كله بيتكلم عن الاهلي وكله بيتكلم عن الزمالك. فجماعه الانديه دي يعني انديه جماهيريه، الواحد بس بيزعل ان كل مثلا ما بيتفرج على حاجه ما بيلاقيش حد الا يا دوبك عناوين بس بيتكلموا فيها. هقول لك على حاجه يا سامح، هقول لك على حاجه، اسمح لي ان انا اقطع، بس هقول لك ردا على الجمله دي. هو انا البرنامج بتاعنا مش كروي، بس هو حصل حدث في الفتره اللي فاتت في مصر، فوز نادي ايا كان. يعني الحلقه دي برضو كانت هتتم لو نادي البورسعيدي مثلا، الاتحاد السكندري، اي نادي فاز بثلاث بطولات متتاليه. انا معاك طبعا في حته ان الناديين الزمالك والاهلي هم اللي ليهم القطبيه الجماهيريه، بس طبعا يعني مثلا لا، انا شايفه في نوادي في الفتره الاخيره اخذت الصداره. الاسماعيلي تصدر الظهور فتره من الفترات، ونادي بورسعيد والاتحاد السكندري. هي الفكره بس ان احنا متهيألي الاجيال الجديده مختلفه شويه عن زمان. زمان كان ما فيش غير الاهلي والزمالك، والاعلام طبعا لعب دور كبير جدا جدا في الموضوع ده. انا مع حضرتك طبعا، يعني انا مثلا بتكلم على مثلا وليكن النادي المصري، كان طبعا النادي المصري كان منهار الفتره اللي فاتت دي، اجى كابتن علي ماهر يعني فوق الفرقه جامد جدا بشغله، وطبعا حب اللاعبين للمدرب قبل اي شيء على فكره بيفرق مع اللعيبه نفسيا جدا. طبعا في لعيبه كتيره جدا كانت عندنا مش باينه. فعلي ماهر لعيبه يعني، كان في محمد حمد ما كانش باين، كان في بعض اللعيبه كتيره جدا جدا ما كانوش باينين، اجوا مع كابتن علي ماهر بقوا كويسين جدا جدا. وبقى الفرقه بسم الله ما شاء الله الفتره اللي فاتت يعني المصري كان قبل اخير مفنش سادس بفرق نقطتين عن سموحه اللي هو المركز الخامس.
ما هو والمركز هم فرق المدرب، 3 نقط. المدرب يا سامح ليه دور كبير جدا. مش بتكلم على رياضة كرة القدم الصراحة، يعني أنا بتكلم على أي مؤسسة إدارية، القائد مظبوط. اللي بيقود الإضاءة المنظومة دي هو اللي بيكون ليه تأثير كبير جدا على نجاح أو فشل المنظومة. أشكرك يا سامح على اتصالك، وكمل معانا وإحنا هنتكلم فعلا على دور المدرب في النادي بتاعه. اتفضل. أنا بس محمد. عايز أرد على سامح في حاجة. هو إحنا مشكلتنا في مصر إن إحنا يعني إحنا مش واقعيين قوي. مش واقعيين ازاي؟ ان هي يعني كل بلاد العالم، مثلا في اسبانيا برشلونه دي مقاطعه، فيعني مقاطعه يعني مدينه او محافظه او حاجه، هي العالم كله في اسبانيا بيتكلم عن برشلونه وريال مدريد، وممكن يتكلم على اتلتيكو مدريد. في المانيا مثلا العالم كله بيتكلم على بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند، ما حدش مثلا يتكلم، طب انتوا ليه ما تتكلموش على فالنسيا او. فهي دي حال كره القدم، الاضواء دايما والسبوت بيجي على المكسب وعلى الانديه الناجحه. يعني حتى دلوقتي في مصر، طب ما دلوقتي الناس بقت تتكلم على الاهلي والزمالك وبيراميدز. ليه؟ لان بيراميدز ضخ اموال، جاب ناس، فطبيعي ان هو اكبر الجمهور ان هو يتكلم عن الناس. فهي الناس بتتكلم عن النجاح، مش بتتكلم على حد وسايبه حد تاني. بالظبط. طب لو رجعنا يا محمد بقى لموضوعنا، نتكلم عن المنظوره، واحنا قلنا اربع حاجات رئيسيين بينجحوا اي منظوره: مجلس الاداره، الجهاز الفني، اللعيبه والجمهور. خلينا نتكلم على الجهاز الفني. الجهاز الفني، انا بس عايز اتكلم الاول على مجلس الاداره، لانه هو الاول طبعا. انا مجلس الاداره بتمثل في، يعني هو كله ناس كتيره بس، واعضاء مجلس الاداره بس، هو يعني الاشهر او الاقرب الى قلوبنا هو الكابتن محمود الخطيب. الفكره ان انا زي ما بقول لحضرتك، انا اتولدت بسمع كل الكلام الحلو عن كابتن محمود الخطيب. فلما جه رئيس نادي، انا هو كان بيمسك نائب رئيس وعضو مجلس اداره قبل كده ومدير كوره، بس لما جه رئيس نادي انا اتبسطت. ليه؟ مش عشان خاطر ممكن هو ما يكونش اشطر واحد اداريا، بس انا بحب كابتن محمود الخطيب. فاول ما مسك حصل تخبطات كتيره، بنخسر افريقيا، ممكن نخسر كاس مصر، بنخسر السوبر. طب هو ايه اللي بيحصل ده؟ طب انا بحب الكابتن محمود بس احنا ما بنكسبش. الناس دايما بتنتقده. في ادارات، في حاجات داخليه. انا بقول لك يا محمد، احنا مشكلتنا بنفرح في الفرح والخساره بنهاجم. احنا بصي، يعني الاهلاوي بجد او المشجع بجد مش بيهاجم. مش بيهاجم ليه؟ لان هو بيبقى زعلان بينتقد بس مش بيهاجم. الانتقاد ده ان هو لازم يعلينا بس ما بهدش. فانا زعلان منه بس برضه لسه سبورتنج ليه. بيجي حاجات بتحصل، اشاعات كتيره، لعيبه بتمشي من الاهلي، وده احنا مش متعودين عليه. احنا بالنسبه لنا ان اي لعيب حلمه ان هو يلعب في الاهلي، بنلاقي حاجات طالعه من اوضه اللبس واسرار، مش ده الاهلي اللي احنا اتعودنا عليه. بس برضه طب اطلع اتكلم يا كابتن، طب إيه؟ طب انا بحبك، عايز اسمع انت بتعمل ايه. فاكتشفت في الاخر ان هو اللي صح. ليه هو اللي صح؟ لان انت اما بتكسب كله بيتكلم عليك، مكسبك هو اللي بيتكلم عليك. الله ينور عليك. مش لازم ان انا كل واحد يتكلم عليا يطلع ارد عليه. مظبوط. ده على فكره عايز اقول لك، دي حاجه انا اتعلمتها في حياتي، يعني بعيده عن الكوره، ان انا لما حد يقعد يهاجمني في شغلي او شغلي هو اللي هيرد عني. مظبوط. مش كلامي. مظبوط. فما لقيت بقى، اما احنا كاهلاويه او انا كاهلاوي هتكلم عن نفسي، اما البطوله دي كسبناها خلاص، انا اول واحد فرحت ليه هو كابتن محمود الخطيب. طبعا. اكتر من نفسي، عشان سكتت الالسنه كلها. الموضوع يعني بقى تعاطف معاه ويعني ومشاعر ناحيته، ان الراجل ده اتظلم فلازم نفرحه. مؤمن زكريا، ان الناس كلها قالت ان كابتن محمود الخطيب سابه مش عايز يتكفل بعلاجه، ما طلعش اتكلم. اكبر رد ايه؟ ان مؤمن زكريا هو اللي شال بطوله امم كانت لفته جميله جدا، ربنا يشفيه ان شاء الله. فدي اول حاجه في نجاح المنظومه، وان احنا وصلنا لده. برضه بنتكلم بعيد عن الفنيات، طبعا مدرب زي موسيماني ده مدرب جنوب افريقي، اول ما جيت هاجم كل الناس ولعيب. مشكله بقى ان لعيبه كبيره وناس كانت مسؤولين في الكوره يطلعوا يتكلموا، يقول لك الاهلي اكبر منه، ازاي نجيب واحد افريقي؟ هو اختيار، ما انا لسه كنت هسالك يا محمد، اختيار مدرب افريقي ما كانش ريسك في الوقت ده بالذات، لان هو جه حل محل مدرب كان لسه ماشي. بصي هقول لك حاجه، هو الريسك دايما موجود في كل حاجه. اكيد. المدرب ده لو نجح فاحسن قرار مجلس الاداره خده ان هو جابه، لو خسر فأسوأ قرار ان مجلس الاداره جابه ان هو جاب المدرب ده. فالفكره النجاح هو هل الجماهير كانت عارفاه اصلا؟ طبعا طبعا، لان هو يعني المدرب ده ليه ذكرى اليمه معانا، ان هو كان بيدرب نادي سان داونز، والسنه اللي فاتت خرجنا من البطوله 5-0، ودي كانت اول مره تحصل في تاريخ الاهلي. ودي كانت بالنسبه لنا مش صدمه ان احنا خرجنا، لا، ان احنا خرجنا يعني بالخسران. بس اقول لك حاجه بقى، وعايز بقى اقول لك ان ليه الجمهور اقرب، يعني اهم حاجه في المنظومه، ان الماتش بتاع سان داونز ده كان ليه ماتش عوده في القاهره. اول ما الاهلي خرج الجمهور ما شتمش، اللعيبه كلها راحت للجمهور والجمهور سقف لهم
وقال لهم ان احنا مستنينكم البطوله الجايه اللي احنا كسبناها دي. عايز اقول لك ان كابتن الفريق محمد الشناوي اول لقاء تلفزيوني ليه طلع قال ان احنا بنوعدكم ان السنه الجايه هناخد البطوله. متخيله المينتاليتي بتاعت النادي ده، ان جمهور يسقف ويقول له مستنيينك، واللعيب يطلع يوعد الجمهور بالبطوله وفي الاخر البطوله تتحقق. ما هي دي المسانده يعني، هي عظمه بجد يعني. الموضوع عظمه، تحس ان هو يعني خيال مسلسلات، ان هو لا ربنا بارك لنا عشان الناس دي. في حاجه في الجهاز الفني عايز اتكلم عليها بصراحه، ان اما مغني جديد بينزل اغنيه الناس بتتكلم في الاغنيه، بتتكلم في اللي هو الاغنيه حلوه او وحشه، صوته حلو، لكن ما حدش بيتكلم عن الملحن، ما حدش بيتكلم عن اللي كتب الاغنيه. ففي عنصر في جهاز الاهلي، وانا استغربت ان ده مش جندي مجهول، ده كل حاجه الناس ما اتكلمتش عليه، ان هو كابتن سامي قمصان. كابتن سامي قمصان ده الناس كلها بتمشي وهو الوحيد اللي قاعد. عايز اقول لك مدرب موسيماني ده جاي ما بقالوش شهرين، اكيد مهما كان هو شاطر مش هيعرف يوصل للعيبه غير لما يكون ليه مدرب طبعا مساعد هو اللي يسهل له الامور، ان هو الانجليش بتاعه بيقدر يوصل من هنا لهنا، يعرف يعمل. فكابتن سامي قمصان من اعظم نجاحات الاهلي في الثلاث بطولات دي، ومحدش طلع يتكلم عليه، كله اللي خد الشو مين؟ المغني اللي هو المدرب. طيب بص يا محمد، دلوقتي احنا حلقتنا النهارده عن النادي الاهلي وعن فرحه الجمهور بالنادي الاهلي. طبعا تقدر تقول لي الجمهور التأثير بتاعه بيكون ايه على النادي بتاعه؟ هقول لك طبعا. بصي انا عايز اقول لك ان فعلا اللي بيخلي النادي يكسب او يخسر، انا هستأذنك يا محمد عشان ده واحد من الجمهور بقى، من قلب الجمهور. الحاج محمد اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، ازيك يا حاج محمد؟ الحمد لله، مبروك على الاهلي وفريق الاهلي وكل الكوره، ودايما تجيبوا لنا الشهرات الحلوه اللي هي عندك ديت. الله يبارك فيك. الكوره كويس. تسلم يا حاج محمد. والله العظيم يعني حاجه كويسه قوي، بدل ما بتجيبوا بقى لعيبه وتجيبوا حاجات كده، جيبوا شراب كده تنور البرنامج. ما هو عشان كده انا فرحت بالمكالمه بتاعت حضرتك، عشان حضرتك من قلب الجمهور نفسه. اهلاوي طبعا يا حاج محمد. اهلاوي من زمان قوي، من ساعه لما اتولدت، انا عندي 70 سنه ما شاء الله، ربنا يديك الصحه. وكنت في العمره ولسه جاي امبارح، الحمد لله على السلامه. كل يوم اتفرجت على الماتشات كلها في العمره، كنت هناك، وربنا استجاب لدعائك وفرحك وفرح المصريين كلها. شكرا يا حاج محمد، وان شاء الله يعني ربنا يفرح المصريين بكل النوادي. خلينا نقول يا محمد ان الجمهور ليه عامل مهم جدا جدا في التاثير على مجريات الامور. دور السوشيال ميديا ايه؟ لان الجمهور هو اللي بيوقع او بينجح دلوقتي في وجود السوشيال ميديا. انا هقول لك بس معلش، انا عايز بس اقول حاجه، ان هو الموضوع مش موضوع اهلي، هو الموضوع موضوع ان فريق فاز فاحنا بنتكلم عليه. يعني لو كان يعني الزمالك كسب البطوله وكاس مصر، كنت انت هتجيبي واحد يتكلم عن نجاحات الزمالك ان هو وصل لده. هو الموضوع مش شخصي، عشان برضو ما حدش يقول انتم متحيزين او حاجه. اكيد. بصي انا عايز اقول لك ان الجمهور زي ما بقول لك، ان هو ساعه الاهلي كان ممكن الجمهور يطلع يشتم، لكن لما قعد يقول للاهلي ان السنه الجايه وي وي، فاللعيبه عمل مسانده ليه، مسانده للاهلي. عايز اقول لك كمان ان فكره جمهور الاهلي، يعني هي دي ممكن بتكون مشكله صعبه للعيبه وللمجلس الاداره، بس هو ده سبب النجاح، ان الجمهور ما بيقبلش غير بالمكسب. لو طلعنا متعادلين الجمهور بيبقى زعلان. عايز اقول لك كمان، هو زعلان عشان بيبقى عايز ناديه يبقى في الافضل. وعلى فكره مش فكره مكسب بس. طب انا هقول لك مثال بسيط جدا، الاهلي كسب في بطوله افريقيا وحسين الشحات جاب كره في العارضه، اي جمهور تاني يقعد يتكلم في المكسب الا جمهور الاهلي؟ اتكلم في المكسب بس، اتكلم على كره حسين الشحات وعامل سبوت كبير قوي عليها. خلى حسين الشحات بعد الماتش طلع قال ايه؟ انا بعتذر لجمهور الاهلي عشان خاطر الكره اللي ضيعتها. تخيلي لاعب كسبان افريقيا، لا يعني قصدي تخيلي لاعب كسبان افريقيا يطلع يتاسف لجمهور على كره ضيعها، فشايف العقليه؟ ما بقول لك يا محمد، دي احساس مسؤوليه نتيجه النادي اللي هو طالع منه، ونتيجه الناس. انت تخيل ان الناس كلها بتبقى قاعده، ايا كان اللي بيشجع فريق، يعني اللي بيشجع فريق سواء الاهلي الزمالك اتحاد اسكندري المصري الاسماعيلي اي نادي، عشان ما حدش يزعل. فالناس بتبقى قاعده قلبا وقالبا، والمصريين بالذات الكوره بالنسبه لهم حاجه في روحهم، لان هي دي الحاجه اللي مش مكلفه، اللي الفقير والغني بيجتمعوا عليها. طبعا. مش محتاجه مصاريف كتير عشان يقدر الواحد يستمتع بيها. انا سعيده جدا بلقائنا يا محمد، وطبعا الكلام عن الكوره يعني ما يخلصش في قاعده. وانا ببارك للاهلي ان هو فرح المصريين وفرح جماهيره طبعا، والجماهير تستحق فعلا ان هم يفرحوا. اعزائي المشاهدين، انا سعدت بالحلقه معاكم النهارده، واستعدت طبعا باستضافه استاذ محمد يحيى. اشكركم جدا، وان شاء الله اشوفكم تاني في حلقه جديده من برنامج ايامنا الحلوه. والسلام عليكم ورحمه الله.